واحد الشهيد البطل عادل رجائي. النهاردة مصر كلها استيقظت على صدمة استشهاد البطل عادل رجائي قدام منزله في العبور، وزوجته الكاتبة الصحفية الأستاذة سامية زين العابدين قالت إنه بمجرد نزوله من المنزل كان الإرهابيين الآثمين منتظرين نزوله من المنزل، وتم إطلاق الرصاص عليه فسقط شهيدا. النهاردة كانت الجنازة في مسجد المشير طنطاوي. حضر وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ووزير الدولة الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، وحضر عدد من كبار قادة الجيش المصري. ومصر كلها بتنعي رحيل البطل الشهيد عادل رجائي لأسرته ولأهله وللقوات المسلحة ولكل الشعب في مصر. ونقف دقيقة حدادا على روح البطل الشهيد العميد عادل رجائي.